دايما الواحد كل ما يقرب من حاجة بيشوفها بشكل أوضح، بالعكس ده أوقات بنكون محتاجين نبعد شوية علشان نشوف صح. جرب حضرتك كده وقرب من مراية لحد ما يكون وشك قدامها بشكل مباشر، بالتأكيد هتشوف صورة متضخمة مش هتعجبك أحيانا، وقربك منعك من رؤية الصورة الكاملة. وحياتنا كده بالظبط، فأوقات كتير بنقرب من نفسنا، والتوه اللي بتخلينا مش بنراجع ضميرنا أول بأول بتخلينا نبعد عن حقيقتنا، ونلاقي نفسنا بنتعصب ونقفل دماغنا قدام أي نقد أو محاولة لتغيير رأينا أو حتى وجهة نظرنا. والحياة ما بيمشيش معها الكلام ده، واللي قافل دماغه هيتعب في حياته كتير. بتحكي كتب التاريخ إن أحد القادة الرومان كان بيمشي جنبه شخص كل مهمته إنه يهمس في ودنه كل ما الجماهير تهتف بحياته، ويقول له يا مولاي تذكر بإنك إنسان، تنبيه خفيف لكنه بيحمل الحقيقة كلها، إن مهما طلعت أو نزلت فأنت في الآخر إنسان هيجوع وهيتعب وهيموت زي أي إنسان. طيب ليه الملك كان بيعمل كده؟ ليه كان بيخلي حد يعكنن عليه نشوة الانتصار أو الهتاف باسمه؟ تعال أقولك ببساطة شديدة، علشان ما يقربش من الصورة قوي فيشوفها متضخمة ويشوف نفسه كبير فينسى نفسه. وطبعا حضرتك مش محتاج تأجر حد يهتف باسمك ولا يتكلم في ودنك، لا، لكن كلنا محتاجين نفتح باب النقد لغيرنا، ونسمح للي حوالينا يقولوا رأيهم وينتقدونا، ونحترم شجاعتهم وحبهم لينا. مش لازم دايما نتعامل مع النقد بحساسية، لكن النقد المحترم. أجدادنا زمان قالوا إيه؟ صديقك من صدقك لا من صدقك. يعني أجدادنا كلنا كانوا عايزين يفهمونا إن صاحبك هو اللي عايز يشوفك أحسن، فبيقول اللي في مصلحتك حتى لو مش على هواك. إحنا بقى للأسف بقينا بنقيم اللي حوالينا بمستوى تشجيعهم لينا، ونقسم المحبة على يقول كلام على مزاجنا، والنتيجة إيه؟ إننا بقينا مش قابلين نبعد شوية عن ذاتنا ونشوف نفسنا من بعيد، ونقيم نفسنا ونراجع مشوارنا ونجتهد في تطوير نفسنا، لأن كل ده محتاج عين تنصح وتنقد وتقيم. أنت محتاج تتصالح مع فكرة النقد والاعتراف بفضيلة النصح وتشجيع اللي حوالينا على أنهم يعملوا معنا كده بدون حساسية. والله يرحم أجدادنا اللي علمونا إن يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. والحقيقة أنا مش بجتهد في إقناعك بأهمية الصديق الناصح اللي يخاف عليك، لا، أنا رايح لحتة أبعد شوية، وهي أن حضرتك أو حضرتك تخففوا شوية من حساسيتكم للنقد، وتشجعوا اللي حواليكم بالتعبير عن رأيهم والنقد المحترم ليكم، وأننا نستغل كل فرصة أو شخص أو حدث ممكن يسمح لنا نشوف نفسنا بشكل أوضح ونواجه عيوبنا ونقصنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. تخيل كده أن مسمي العيوب هدايا، وأن اللي هيعرفني عيب عندي وفي شخصيتي فكأنه بيدي لي هدية. شايف الإنسان عامل إزاي؟ مفهوش إيجو ولا صورة ذهنية ولا تمركز حول الذات ولا نرجسية، في إنسان عايز يتعلم ويتطور، إنسان عارف أن الجبن أنك تهرب من واجهة نفسك وتألف حجج وأعذار، وأنك لازم تشوف نفسك من بعيد بعيون الناس علشان تشوفها بشكل أوضح من نور الشمس. استنونا بعد الفاصل. النهاردة بنتكلم على النقد بشكل عام، سواء نقد هدام أو نقد بناء. كلنا في طريق حياتنا واحنا ماشيين قابلنا نوعيات من الناس بيقولك ده صح وده غلط، ده حلو وده وحش. بتواجه حضرتك الكلام ده ازاي؟ والله هو النقد لما بيكون نقد بناء بيبقى حاجة إيجابية وكويسة، ولكن الإنسان دايما لازم يبقى مستوعب الشخص اللي قدامه ده، هل هو بالفعل عايز ينقده عشان خاطر هو عايز يوضح له إيه الأخطاء اللي هو المفروض إن هو ما يوقعش فيها، ولا هو عايز يوقعه في الخطأ من خلال إن هو دايما يبقى بينقده ويوجه له سلبيات، وممكن تكون دي في الحقيقة مش
سلبيات، ولكن هي ممكن تكون حاجات كويسه، ولكن هي من وجهه نظر التاني ان هو شايف ان هو كده ماشي في طريق كويس وهو عايز يوقعه عن الطريق اللي هو ماشي فيه. حضرتك بتتعامل مع ده ازاي؟ انا والله بتعامل مع ده بصدر رحب في البدايه، ان انا دايما اسمع منه واقول له حاضر، قول لي ايه الملاحظات اللي انت عايزها، وبعد كده ببدا مره في الثانيه في الثالثه اشوف اذا كان فعلا الراجل ده بيوجه لي النقد، اذا كان الحاجات اللي هو بيقول لي عليها فعلا نقد بناء، واذا كان ده فعلا دليل صداقه او محبه بعتبر ان ده حاجه ايجابيه وكويسه. ولكن اذا لقيت ان ده على طول الخط حاجات سلبيه الهدف منها ان هو يوقفني في الطريق اللي انا ماشي فيه، فبتجنبه بعد كده. النهارده موضوعنا عن النقد، في نقد بناء وفي نقد هدام، في ناس بتتكلم معاك وبتنقدك علشان تتمنى لك الخير، وناس تانية بتتكلم معاك علشان توقعك وتحبطك، تتصرف ازاي مع الناس دي؟ والله التصرف انك انت ما تبصش لاي حد بيحاول ينقدك للشر او مع الاسف يرجعك لورا، حاول تاخد تعليقات الناس اللي بيكلموك بيقولوك بخير وتمشي فيها، واللي بينقدك بشر تلاشاه، وشوف انت نفسك ايه ضميرك اللي هو يخليك تسعى لقدام وتحاول تبني تعمر في ذاتك في بلدك اللي حواليك، لكن ما تبصش لاي حد يقول لك ايه اللي انت عامله ده يا راجل، لو كنت عملت كذا لا ما لكش دعوه بيه، اركنه على جنب خالص طالما انت نفسيتك تمام وشايف الحاجه بما يرضي الله ويرضي المجتمع امشي فيها ما فيهاش اي حاجه. ايوه بس في ناس اواب بتنصحك علشان عايزه توجهك للطريق الصح. والله لو هو لو انا شايف اللي هو عامله ده صح لازم احترم رايه، بس برضه اوقات احنا ما بنشوفش ده. ما هو مع الاسف هي في ناس برضه اعداء النجاح، اما لك متقدم في حاجه ويقول لك يا عم انت يعني انت كنت ناقص، يا عم انت ما كنتش تعمل كذا، لكن بالاخر لما بيلاقوا النتيجه بتاعتك جت احسن واقوى هو بيخسر. انما انت ما تديش دماغك لاي حد الا اذا لو حد بيحبك وبينقدك بحق وانت عارف ان هو بيحبك المصلحه. حصل معاك موقف قبل كده احبطك وضايقك وكلام من ده؟ والله حصل مواقف كتير، يعني الواحد اتعرض برضه لكذا مواقف قبل كده، بس برضه مع الاسف الواحد ما سمعش كلام الناس ومشي في اللي هو عايزه، والحمد لله وصلت، والحمد لله ربنا ادانا اللي احنا عايزينه، والناس شافوا بنفسهم ساعتها عرفوا انك انت تقدر توصل للي انت عايزه بالاراده بقوة إيمانك، بالحمد لله رب العالمين ووصلنا له. يعني في حد بينتقدك ويقولك اللي انت بتعمله ده مش صح وانا شايف ان وجهة نظري لو عملت كده يبقى احسن؟ لا في كتير طبعا. تزعل؟ وانا مش بزعل على قد ما انا باخد خبرة. بالفرض ان الكلام اللي بيقوله ده انت من وجهة نظرك شايفه غلط، لو انا صح هفضل على مبدأي لحد ما اثبت له ان انا صح. تتعامل ازاي مع الناس اللي بتنقد نقد لازع؟ بسيبهم وبمشي، ما بتعاملش معهم اصلا. كلام بيأثر فيك؟ لا خالص، احنا مش بنتكلم كلام تلفزيون، احنا بنتكلم بجد. يعني اوكل كتير كلنا، ما فيش حد في الدنيا ربنا خلقه ما واجهش كلام او نقد هدام واحبط واتضايق وزعل وقطع علاقات بسبب نفس الكلام ده. اكيد طبعا، اكيد كل واحد بيزعل لما بيلاقي انتقاد غريب مش بتاعه، فاكيد بيزعل، واكيد ممكن يحصل خلاف يكون مش مقصود، بس بيكون في كلام بيطلع بيزعل، فلما الواحد بيزعل اكيد بيتلاشى بقى الموضوع، بيتلاشى الناس اللي ممكن تزعله او تاثر على حياته. هتتعدل واحوالك هتتبدل باذن الله. عكس ما الناس فاهمه، مؤشر الثقة بالنفس بيرتفع جدا كل ما الواحد كان عنده قبول النقد ومناقشة أي ملاحظات على شخصيته، والواثق من نفسه عارف كويس قوي حدود قدراته وإن المدح المبالغ فيه بيأذيه زيه زي النقد القاسي بالظبط، بيشوف إن الاتنين هيبعدوه عن الحقيقة، وإن الصديق أو إن الصدق مهما كان مر أو بيوجع فهو أفضل بكتير من الكلام الحلو اللي بيخدر. ولو عايز نصيحتي، فكل واحد فينا محتاج يطور في شخصيته شوية حاجات. أول حاجة إنه يتعلم يسمع شوية، يخفف عنده شهوة الكلام وينتبه للكلام اللي بيتقال ويفكر فيه. تاني حاجة إنه نفهم إن رأي الناس هو جانب من الواقع، نظرتهم هم للموضوع عاملة إزاي، فما نتعصبش ونتأمل يمكن نلاقي في رأيهم شيء يفيدنا. تالت حاجة إن مش كل نقد يوجه لينا بالضرورة يكون صحيح، إلا إن وجود نقد قاسي أو غلط شيء وارد وأكيد بيضايق، لكن رفضنا للنقد بشكل عام شيء خطير. يا صديقي العزيز،
هدفي النهاردة إني أكد لحضرتك أهمية إننا نراجع نفسنا بشكل دوري، ونحترم فكرة النقد البناء والمهذب ونقبله ونراجع نفسنا أول بأول. هدفي النهاردة إني أنبهك إن قربنا من المراية بيبوظ كل حاجة، بيبوظ الصورة مش بيوضحها، وإن التصاقنا بذاتنا مش بيخلينا نشوف عيوبنا بشكل واضح، وإننا محتاجين نرجع خطوتين لورا علشان نشوف صح. هدفي إن أقولك خلي بالك، الكلام الحلو في أوقات كتير بيكون مسموم، وإن الحق مر زي الدواء، مر بس فيه العلاج. شكرا ليكم وإلى اللقاء.